معك مهندس بهي، ربما مبادرة ابدأ التي أطلقت في أبريل من عام 2022 منذ إطلاقها في ذلك الحين وحتى الآن أعطت دفعة قوية للإنتاجية الصناعية المصرية، لنشر الصناعات المصرية في عدد من المحافظات، أيضا ربما أحيت صناعات أو مصانع كانت في حالة موات تقريبا، فبالتالي كان لابد من إطلاق هذه المبادرة. عفوا، انا اولا بحيي حضرتك والساده المشاهدين، لكن هو الصوت كان قطع، انا ما سمعتش السؤال بالكامل. سؤالي مهندس بهي عن مبادره ابدا التي انطلقت في ابريل من عام 2022، حتى الان ربما ساعدت كثيرا في احياء مشروعات صناعيه كانت في حاله موات تقريبا، استدعت صناعات جيده، اعطت استراتيجيات وافكار وخطط عمل وربما دعم لكثير من الصناعات الاخرى، فبالتالي كان لابد من ايجاد مثل هذه المبادره. بالقطع زي ما حضرتك اشرت، ابدا لما بدات يعني عملها مع بعض المصانع المصريه، كان هناك كما تعلم ظروف بتحيط بالصناعه، اعتقد ان اغلبها اثر تاثير سلبي، بدايه طبعا من الاحداث في 2011 انتهت بكورونا والحروب المتتاليه، اعتقد ان ده اثر على القطاعات الصناعيه كلها. لكن المصانع اللي تم يعني بدات تتعامل مع ابدا في الفتره الماضيه، اعتقد انها حققت طفرات لانها توسعت في مجالاتها، وهي صناعات استراتيجيه، ويمكن في التقرير كما اشرت حضرتك هي صناعات هندسيه وصناعات تتعلق بالخامات الدوائيه، وده ما تحتاجه مصر وما وجه به يعني رئيس الجمهوريه وايمانه ايضا بفكره تعميق الصناعه وتوطينها، بحيث ان احنا نزود القيمه المضافه للقدره على تلبيه احتياجات الوطن وايضا التصدير للخارج فيما يتبقى من انتاج.